صراحة مع أديب سليكي. سي نور الدين بحتي والد الطيار الشهيد ليوتنو ياسين الله يرحمه الله يولي برحمة الله. سي نور الدين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لله ما أعطى ولله ما أخذ، عزاؤنا واحد في وفاة الشهيد ياسين بحتي اللي هو ماشي ولدك بوحدك وإنما هو ابن كل مغاربة، ولا أدل على ذلك التعاطف الكبير والاهتمام الكبير جدا الذي حظيت به قضية الحادثة اللي وقعت ليه في اليمن. بداية نبغيو نتعرفوا كيفاش عشتوا هاد الأجواء هذه، كيفاش عشتوا هاد الانتظار وما أصعبه انتظار. نعم عاود لنا، احنا كنستمعوا لك وإحنا نشاطرك الأحزان ونشاطرك هاد الألم، ولكن في نفس الوقت سنقول لك بأن ابنك شهيد العرب وشهيد المغاربة، وابنك أنا أقول لهذا الكلام من قلبي، وهالشي اللي كنحس وهالشي اللي كنشوف، ولدك راه ولد المغاربة كاملين. نعم والله يرحمه، ونسأل الله أن يتقبله مع الصديقين ومع الشهداء، وأنه يصبركم، إنا لله وإنا إليه راجعون. سي نور الدين كيفاش عشتوا هاد الأجواء هذه؟ كيفاش انتظرتوا هاد الأسابيع، هاد أسبوع تقريبا كامل وانتم كتنتظروا كتسنوا؟ نعم أسبوع كامل. نعم أسبوع كامل وحنا كنتظروا وكنترقبوا، مرة خبر مفرح وثاني مقرح، مرة خبر ينافي خبر آخر. يعني بكل صراحة ما كانش عشنا الأحزان، عشنا ثم خبر عدم كذا أو هذا يفرحنا وإلى آخره. فالحقيقة أنني عشت على الأعصاب ديالي لمدة هذا الأسبوع. مرة كنسمع خبر أنه هنالك مفقود وهنالك أمل للعودة، وهنالك يعني واحد الشيء كنا ننتظره على أحر من الجمر. فهو عندما تسمع أن الطيار مفقود وهنالك قصاصات تروي أنه بيد آمينة وكذا إلى آخره، والحمد لله في الأخير تقبلت خبر كيفما كان، سواء كان إيجابي أو سلبي، والحمد لله والشكر لله على هذا. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي أخذ. الله سبحانه وتعالى أحب هذا الشاب الوسيم، أحبه فحباه إلى أن يؤدي مناسك الحج، مناسك العمرة في الديار المقدسة، ثم يموت شهيد وهو بطل من الأبطال المغاربة الذين دخلوا التاريخ من بابه الواسع. وخير دليل على ذلك تعلق جميع المغاربة، جميع المغاربة لهذا الشاب. الكل يوافي، الكل يهاتفني صغارا وكبارا، والحمد لله على هذا. هذا شيء أراحني وأتلج صدري ما تقوم به جميع السلطات، والحمد لله من جميع التدابير التي أخذت والتي أنجزت والتي في طريقها. نعم أنا والله ثم والله أنني أشعر بفرح كبير وبإحساس المواطنة، المواطنة الحقة، وأشعر أنني بين إخواتي، يعني سواء كانوا مسؤولين أم غير مسؤولين، الكل هنا يواسيني ويبادلني الحزن. نعم يعني هذه المشاعر يعني هي مشاعر يعني يتقاسمها كل المغاربة، لأن هذه القضية ديال ولدك يعني الله يرحمه كتصفيق الصباح أول حاجة كديرها كتشوف الأخبار، كتلقى أخبار. نعم ليلة نهار، ليلة نهار، أخبار ليلة نهار، تمسي على ليلة نهار، ليلة نهار. نعم
تمسي على خبر وتصبح على خبر. وانا ايضا يعني بحالي بحال كل مغاربه كنفيق قبل ما كننعس باللي كنشوف الاخبار كنلقى بانه هناك اخبار على انه مازال حي يرزق وتنعس وانا فرحان وكيصبح الصباح وكنشوف الاخبار كنلقى بانه هناك اخبار على الوفاه ديالو كتوصل 12 ديال النهار كتقول لك بانه هناك اخبار انه غتكون مطالبه بفديه غتكون اختلطت علينا الاخبار وانتظرنا طويلا ولكن انتظارنا نحن يعني كان انتظار يعني ديال الخبر مفرح ولكن كما قلتم قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل الأسرة. أنا عارفك بأنك أنت سنور الدين أنت إنسان واعي ومثقف وأنت إنسان كتنشئ الأجيال وكتقري الأجيال أنت من أسرة التعليم التي نكن لها كل احترام وكل تقدير وكنعرف بأنك إنسان مؤمن وأنك إنسان صبور وأنك إنسان يعني على مستوى كبير من ثقة في الله ومن الإيمان ومن الصبر. حال أفراد الأسرة خصوصا الأم ديالو أخوالاته ولاد خالته كيفاش داير حالهم لا ممكن توصف لنا؟ نعم والله يا أخي ماذا أقول لك أن أن أنها في حالة جيدة صابرة مؤمنة صامت الأمس وأرغمت عليها الفطور اليوم. نعم تقوم بالقيام الليل وبالصيام يعني وتدعو لابنها بأن يسكنه الله فتيح جناته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم بالنسبة لأفراد العائلة اللي جاوا مسكن الدار البيضاء وجاوا من خارج المغرب نعم الكل مؤمن بالله سبحانه وتعالى والكل يبين لنا ويشرح لنا أن هذا الشاب أنه مات شهيدا على المقدسات على الشرعية على الأمة يعني العربية على الدين الإسلامي الحق وهذا كل العائلة هذا هو جوابها مؤمنة بأن الابن شهيد وأنه أحبه الله فأخذه فقط. نعم الجثمان ديالو وصل اليوم غدا إن شاء الله غدا إن شاء الله. شمن ساعة؟ والله أعلم علمه عند الله سبحانه وتعالى وعند مسؤولين ديالو. نعم هناك أخبار يعني حتى يعني بعد يعني الخبر الوفاة ديالو في السقوط ديال الطائرة حتى يعني الخبر ديال وصول جثة ديالو فيه قيل وقال هناك من يقول بأنه بمطار الدار البيضاء هناك من يقول بأنه سوف يتم يعني الجثة سوف يكون مدينة مطار مدينة الرباط يعني هناك تضارب الأخبار إلى حدود الآن أنتم تؤكدون سينوردي بحسب أن جثمان الطيار نعم أؤكد لك أن جثمان الطائرة بمدينة سالة وأنه سيعود إلى الدار البيضاء وسيدفن في مقبرة الشهداء. لا جثمان وصل ولا مازال؟ لا ليس في الدار البيضاء إنما خارج في الرباط في الرباط. نعم لا أنتم إمتى غتسلموا الجثمان ديالو؟ نعم إمتى غتسلموه؟ نسلموه غدا إن شاء الله غدا ان شاء الله. يعني هو مازال ما وصل للمغرب الجثمان ديالو؟ لا لا في المغرب لا موجود في المغرب كاين في المغرب ولكن وارى التراب ان شاء الله غدا غدا ان شاء الله بعد الظهر. نعم بعد صلاه الظهر ميد فين؟ نعم الى مقبره. نعم مقبره الشهداء مقبره الشهداء بالدار البيضاء. لكم ان تقوموا بزيارتها الان اكيد 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 انه يعني ميد راضي. نعم بالنسبه لسي سي سي نور الدين يعني هل من اجراءات يعني متخذه قصد يعني مرور هذا الموكب الجنائزي الذي من المؤكد انه سيكون يعني كبير بالنظر ل يعني الحجم الكبير اللي خذاه الحديد ديال الوفاه ديال الابن ديالك هل من اجراءات من طرف السلطه تصلوا بكم الناس غيجيبوه للدار عندكم ولا غيديوه مباشره للمقبره ولا؟ نعم لا لحد الساعه ما كاينش شي حاجه اللي هي سيتو الان يعني الاخوه كل شيء راه قايم بالواجب ديالهم من سميتو من امن ومن الى اخره من اجراءات امنيه ومن نعم واصلاحات لبعض الاشياء اللي خاصها بالاصلاح هنايا وكيقولوا على ان جا ذاك سميتو الممول الحفلات نعم 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 هذا الشيء. نعم بالنسبه لي يعني غدا ان شاء الله غادي تصلى عليه الظهر وغادي نعم ويوارى نعم ويوارى بعد صلاه الظهر. نعم بعد صلاة الظهر
نعم. حاجه اخرى اللي هي مهمه كنعرفوا ان المغاربه حاجه اخرى مهمه كنعرفوا ان المغاربه في مثل هذه اللحظات يعني مشاعرهم راه يعني مشاعرهم نعم كلهم يواسونني واشكرهم جزيل الشكر. من المغاربه كافه كل مغربي هذا ابنه وهذا اخوه وهذا من عائلتي فهو ابن المغاربه جميعا. والله يجزيك بالخير واشكرك جزيل الشكر واشكر برنامجك نعم بصراحه والله الموفق. كنتمنى لك ان شاء الله سيدي ربي يصبرك وكنبلغ لك التعازي ديال المغاربه كاملين من جديد ان شاء الله. نعم ان شاء الله الله يبارك فيك. قدر الله ما شاء فعل. شكرا لك سي نور الدين بحثي الوالد ديال الشهيد الطيار. الله يولي برحمه الله ياسين. يعني كما يعني كما سمعتم يعني الرجل قوي لكن كيف ما كان الحال هناك حزن في صوته وهذا الحزن هو يعني عادي وطبيعي جدا ان يحزن ولكن قوه ايمان هذا الرجل هذا شيء رهيب وشيء عجيب جدا. يعني تبارك الله صلى الله ما شاء الله الله يعطيه الصحه والله يصبر على وليده والله يعوضه في خير ان شاء الله يا رب ان شاء الله. صراحة مع أديب سليكي.